ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تقدم 25 طفلاً من أبناء رعية مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بأم السماق لنيل بركة سري المناولة والتثبيت، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران ياسر العياش بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور أهالي وذوي الأطفال وأشابينهم وجمع من المدعوين والمؤمنين. وفي عظة القداس أكد المطران العياش على البركة والنعمة التي تملأ الأطفال اليوم لتناول جسد ودم السيد المسيح، والتي بهما قد فدى البشرية جمعاء على خشبة الصليب. وهي اعتدنا عليها كل سنة نعملها الاحتفال، وبعد ما هيئوهم لفترة معينة، ونشكر الله أنه كانوا مستعدين منيح، وبتمنى لهم أنه يتقدموا بالسن والحكمة والنعمة والبركة أمام الله والناس على مثال يسوع المسيح. وإن شاء الله ربنا يسوع المسيح بيحقق أمال أهليهم فيهم، وبكونوا أعضاء حسنة وشهود صالحين لسيدنا يسوع المسيح بأقوالهم بأعمالهم بكل تصرفاتهم، لأنه إحنا بحاجة بهالأيام هاي لنفوس نقية صالحة اللي تكون شاهدة لسيدنا يسوع المسيح الشهادة الحقة، وبيها يمجدوا أباهم الذي في السماوات. وبتشكركم ورسات بالأردن اللي بترافقونا دائما بكل لحظة بكل ساعة. وفي ختام القداس انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة، حيث سلم سيادته الأطفال شهادات التثبيت وتبادل معهم وذويهم الصور التذكارية، داعيا إياهم أن يحيوا حياة الإيمان والحكمة والنفس النقية. وفي كنيسة شهداء الأردن للاتين في منطقة مرج الحمام ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي لمنح أطفال الرعية المناولة الأولى للقربان المقدس والتثبيت لهم، بمعاونة راعي الكنيسة الأب الدكتور حنا كلداني وعدد من الشمامسة وحضور عدد من الراهبات وأهالي الأطفال وأشابينهم وجمع من المؤمنين. وفي كلمة للأب كلداني رحب فيها بالمطران الشوملي، ومعبراً عن عميق فرحه بمشاركة سيادته أبناء الرعية فرحتهم ونيل أطفالهم القربان المقدس، متمنياً فيها أن يحفظ جسد ودم المسيح حياتهم وأن يكللها بالبركة والنعمة. وتحدث سيادته في عظة القداس عن إلهامات الروح القدس الذي هو روح يسوع الناطق بالحق، موجها فيها الآباء والأمهات إلى أن يحرصوا على تعليم أبنائهم وإرشادهم دائما إلى الحضور الدائم للكنيسة التي هي بيت الله وتقبل الأسرار المقدسة، مضيفاً أن منح سر التثبيت هذا يعني أن المسيحي مدعوون إلى أن يشهد في حياته لما حققه المسيح من خلاص بقوة الروح القدس. فعلاً أول مرة بمنح سر الميرون في الكنيسة الجديدة. الكنيسة الجديدة جميلة، هي معنونة لشهداء الأردن، الشهداء الذين بذلوا دماءهم غالية في سبيل الله، في سبيل الإيمان.
احتفلنا احتفال بهيج بحضور الأهل والأشبين. الأطفال الصغار كانوا مهيئين أحسن تهيئة لسر المناولة الأولى والميرون. أنا سعيد بهذه المناسبة، أريد أن أهنئ الأب حنا راعي هذه الكنيسة، الراهبات مار يوسف، الأهل والأشبين، وأقول لهم أبناؤكم هم أمانة في أعناقكم، اجعلوهم ينمون في السن والحكمة والنعمة والقامة عند الله والناس.